اللي كرمنا النهارده رائد الكوميديا المصريه اللي كل نجوم الكوميديا اتلمزوا على دي، رائد وصاحب مدرسه المتبوليزم الفنان العظيم الاستاذ عبد المنعم مدهول. الحقيقه الاستاذ عبد المنعم مدهول. بابا عبده، خلينا نقول ان انت ابو الفنانين. لا، هو في فنانين كتير ابهات، بس هو بابا عبده ده بالذات كان قصة مصرية حقيقية موجودة في كل بيت، موجودة يعني، كان بتعالج مشكلة الأب والأبناء والأم والأبناء وزوجات الأبناء مع الأب، يعني كانت فعلا فيها كل المشاكل الأسرة، عشان كده عايشة لحد دلوقتي. لكن بابا عبده أنت عملت فيه دور الأب والأم، الأب بمسؤوليته. لا، الأمهم كانت متوفية، الأب بقى هو اللي كان عليه التربية وعليه تربية ولاده وبنته وأحفاده، وكان برضو بيحاول يعني يربي زوجات أولاده، لكن ما كانوش فايدة لأنهم ما كانوش يظهر مطبين التربية الأسرية الصح يعني. الأب المصري مش ضروري عمنا مدهول، لا، الأب المصري ده الحقيقة تكوينة عجيبة جدا، عاطفي جدا، مضحي جدا يعني. الام طبعا حكايه تانية خالص، لكن الاب برضه المصري ليه طعم تاني. يعني ما شفتش ابهات يعني اي ابهات كده الا يعني نادر جدا، لكن الاب كله بيبقى كل حياته لاسرته لاولاده يعلمهم. لا طبعا التكريم بتاعي مش كواحد من الرواد، انما انا قبل ما اقعد عايزك اكرم برضو واحد من جيل الرواد، ابويا في السن وفي التمثيل وكله، الاستاذ صلاح السعداني. النجم صلاح السعداني يقدمه ابنته انجي شرف في المسلسل طبعا، وابن الحقيقي وفي المسلسل احمد صلاح السعداني. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بألف خير وسلام، وأمتنا المصرية والعربية وإخواتنا في العراق وفلسطين في خير وسلام. أنا عايز في البداية أتوجه بالترحم على روح رائدي الصحافة المصرية مصطفى أمين وعلي أمين، اللذين فكرا في فكرة تكريم الأم في عيد الأم. نترحم عليهم ونرجو ان ربنا يتقبلهم عنهم. وبعدين انا اخشى ان يكون عمي احمد بدير قد نسى بحكم السن. لا حقيقي هو كان زميل امي في KG3 في مدرسة سكسكة الابتدائية في الجيزة. انا طول عمري بقول له يا عمي، وبعدين انا من اول ما ربنا كرمني وبدأت اعي الحياة شايفه من غير شعر، مش عارف لتقادم العهد ولا لتقادم الشعر. وكل سنة وانتم بألف خير وسلام. السنة الطيبة والناس كلها، السادة المشاهدين طيبين وكل أمهات طيبين يا رب، ويجعلوا سنة زي الفل عليهم. طبعا أنا سعيدة جدا بالتكريم، إن أنا بتكرم عن حقيقة والسراب، ومش أول مرة على فكرة، لأني كرمت كتير قوي من أول ما المسلسل نزل، ابتدت الناس تعمل ندوات واحتفالات بالنسبة لي، وكرمت أكتر من مرة. ف يعني سعيدة جدا إن أنا عملت عمل وبتكرم فيه كأم،
وانا كأم في السينما او في التلفزيون وام برضو في الحقيقه، فبتكرم في كل حته على طول يعني. ماشيه كرم. انت ام بحنانك يعني، حتى ماشيه خر كرم، بخر كرم. يعني معروف عنك الجدعنه. انا خايفه يسموني كرم بعد كده. العطاء ووقفه الجدعنه في كل المواقف. ما هي الام طبعا، الام عطاء. يعني انا ماتت امي، انا حسب فراغ فظيع جدا. الام دي شيء مهم جدا ولازم تتكرم ولازم يهتموا بالام. وانا كل اللي انا بعمله حاليا بدور على كل ما هو يهم اي اسره عشان اعمل موضوع اجتماعي جيد، بحث على الموضوع ده يعني، لان ده اللي يهمني ان انا اقدمه اكتر حاجه بتمس القلب اللي هو الام. ومفيش احن من الام ولا اطيب من الام ولا احب من الام. ربنا يخلي كل الامهات، واللي ما عندوش ام يعتبر ان انا امه بقى وخلاص، هعمل ايه؟ انا كمان يتيمه يتيمه ام واب دلوقتي. لا يعني ربنا يخلي لك عزه وهنادي وطاطا يعوضوك. وشهد بنت عزه طبعا. انا عارفه طبعا قد ايه اتاثرتي بوفاه والدتك، كنا معاكي في المحنه دي. ولكن أختي. بيقولوا ان الابناء بيعوضوا حنان الام. فطبعا انا مش هقول اول تليفون بيجي لك من مين، لان انا عارفه التلات بنات بيتسابقوا ان هم يعيدوا عليكي. طبعا. لكن انت بتعيدي على مين؟ والله اخواتي كلهم اعتبروني انا امهم بعد ما امي توفت، فبيعتبروني الحقيقه، فبيحرصين جدا ان هم يوم الاثنين ان يكونوا موجودين عشان خاطر يعيدوا عليا. فقلت لهم ان انا هكون بصور. قالوا لي هنجي لك مكان التصوير ونجيب لك تورته ونطفيها معاكي في عيد الام، فمش هنقدر، لازم نشوفك يوم عيد الام، بالذات ان اول سنه لامي تموت السنه دي. فعشان كده متاثرين العيله كلها يعني معاكي يوميها بالعمل الجديد بقى اللي هو هتبدا يوم السبت باذن الله. هبدا يوم السبت في طائر الحب ان شاء الله. الف مبروك، وهنكون معاكي برضو ان شاء الله. هنغطي طبعا. فاكره الحياه والسرقه كنا معاكي اول يوم طبعًا. كانت قاعده الترابيزه، كنت معانا قاعده الترابيزه وان شاء الله بقى قلقانه من المسلسل وعملتي وما زال قلقانه دلوقتي عشان داخله برضو. لازم الواحد الخوف لازم يكون موجود. صعب انك انت ما تخافيش. الخوف ورانا جدا. يا رب ان شاء الله. من خلال عيون الاي ار تي، مين الام اللي تبعت لها بوسه وحب وورده في عيد الام؟ بقول لامي الف رحمه ونور عليكي، وانا فاكراكي وحشتيني جدا، و هقول لاخواتي كل سنه وهم طيبين بذلك، ومش عارفه اقول ايه. كل سنه وانتم طيبين. غادة رجب، والنهاردة بتحتفل بعيد الأم مع والدتها، وبقولك كل سنة وانت طيبة يا ماما. انت طيبة يا بوسي. وهتقولي لي بصراحة، عايزة أعرف بقى شقاوتها اللي احنا بنشوفها كده كانت في البيت أكتر؟ لا، شقية جدا. مجنناك يعني؟ جدا يعني. أولا ما كانتش تقعد ثابتة يعني، يا بتنك يا بتجري يا بتروح يا بتوقع يعني. يعني يعني يوم ما تقفهات ما تنام نعرف بقى، نعرف نقعد. نوم الظالم عباده. ايوه نوم الظالم عباده. لكن شقاوتها كانت محببه. ولما كان يعني انا ما كانش عندي ضرب، ما بضربش ولادي، لكن كان العقاب ان انا زعلانه مش بتكلم. فكانت تجيب ورقه وتقعد تكتب بخط كله غلط، انا متاسفه ومش هعمل كده تاني، وبعدين تحط روج وتحط اطبع البوسه ان انا متاسفه. ممثله من يومها. من يومها. من يومها. كنت حاسه من وهي صغيره ان هيبقى عندها موهبه فنيه؟ حسيتيها في سنك ايه؟ لا، ده كان قبل سنتين، لان هي كانت ما كانتش بتاكل، كانت ضعيفه ومش عايزه تاكل. فكان في اوبريت للاستاذ محمد عبد الوهاب اللي هو كان صوت بلادي، كان محمد الحلو، ايمان الطوخي، كان لما يجي في التلفزيون تفضل متنحه وباصه، فاحنا ننتهز الفرصه دي ناكلها. فكان كل ما نحب ناكلها نقعدها ونشغلها ونتنح لدي. ولما كانت عايزه تقول بلا بلا، كان هو صوت بلادي، فكانت مش عارفه تتكلم، فكانت تقول بلا بلا. فكانت البوادر باينه يعني. عايزه اعرف بتقضي عيد الام ازاي كل سنه مع ماما؟ بتعملي لها ايه بقى؟ بترتبي لها ازاي؟ انا ونفين بنعمل حركات، اكيد هي بتبقى فاقساها جدا وفاهماها، بس نقعد بقى نخبي وقال يعني عشان هي ما تاخدش بالها. وهنجيب لها ايه؟ طب نجيب لها المره دي لا لبس، لا ما احنا جبنا لها مش عارفه السنه اللي فاتت، طب نجيب لها حاجه دهب، طب نجيب لها. بس عموما بتبقى اكتر حاجه اللي هي يعني بتبقى اساسيه، واكتر حاجه بتسعدها هي الورد والكارت اللي على الورد، الكلام اللي مكتوب فيه دي اكتر حاجه بتسعدها. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي،
الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي أحلينا وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي أسد الحبايب يا حبيبة يا حبيب وحبيب